أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم في الصحف والمواقع الإخبارية. من المصدر أونلاين، الحوثيون يسطون على جامعة بصنعاء ويعينون رئيسا لها. من الصحافة الفرنسية شجرة قديمة توحد العرب وتجمع حضاراتهم. وفي الاخبار المنوعه من هي سانا مارين اصغر رئيسه وزراء في العالم اهلا بكم وسعت ميليشيات الحوثي منذ مطلع الشهر الجاري من حملتها للاستيلاء على ما تبقى من الاراضي والممتلكات التابعه للاوقاف اليمنية في محافظة اب لتشمل هذه المرة عقارات وممتلكات مواطنين في عدد من مناطق ومديريات اب ويعانون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي توسع حملاتها للاستيلاء ونهب العقارات السكان عقارات السكان وأراضيهم في إب كشفت مصادر محلية عن تنفيذ ميليشيات الحوثي ومنذ بداية ديسمبر جاري عمليات نهب واسعة طالت أراضي مواطنين في عدد من المديريات لمصلحة قيادات في الجماعة. ذكرت المصادر المحلية التي تحدثت أن قيادياً حوثياً يدعى الأبيض مع آخرين من عناصر الجماعة قاموا بعملية نهب على مساحات شاسعة من الأراضي في قرية الحمام بمديرية الظهار وفي منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر أوضحت المصادر أن قيادياً حوثياً آخر بسط على أملاك وأراضي قرية أخرى. وعلى ذات الصعيد وفي نوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي شكا مسؤول في أوقاف المحافظة من محاولة قيادي حوثي السطو على أراض تديرها الأوقاف منذ أكثر من مئة عام أما في صنعاء فلم تسطو الميليشيا على مجرد أراض تحتاج إلى بناء وخسائر بل اختصرت الطريق وبسطت على مبنى كامل وجامعة وعنوان موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يصلون على جامعة آزال ويعينون المتوكل رئيسا لها أصدرت محكمة حوثية في محافظة صنعاء قرارا يقضي بتعيين الحوثي عادل المتوكل رئيسا لجامعة آزال لتنمية البشرية بديلا للدكتور حسين البهجي، وكان الحوثيون فرضوا في وقت سابق المتوكل حارسا قضائيا على الجامعة، بالإضافة إلى تعيين إبراهيم العميسي مراجعا ماليا، وقالت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بعد صراع بين إدارة الجامعة ونافذين حوثيين منذ العام 2017 أضافت المصادر للمصدر أونلاين أن سلطات الحوثي مارست منذ اقتحام الجامعة جميع أشكال التضييق والخناق على الجامعة للاستيلاء عليها وبسط نفوذها أشارت المصادر إلى أن الحوثيين اعتقلوا وسجنوا في وقت سابق الموظفين والإداريين والأكاديميين في الجامعة للاستحواذ عليها بطرق غير قانونية وقال أحد المحامين متحدثاً عن ما حدث مهزلة كبرى وعبث لم يتخيله عاقل ووفقا للموقع فقد تم تهديد رئيس الجامعة والأمين العام بالاعتقال أمام الطلاب والموظفين ونفيهما إلى السعودية يشكو الكثير من العاملين في المؤسسات الخاصة من سعي الحوثيين لفرض مزيد من القيود عليهم والسطو على إيرادات المؤسسات وتحكمهم بها العرب بين التغيير والافق الجديد، تحت هذا العنوان كتب استاذ العلوم السياسيه في جامعه الكويت شفيق الغبره مقاله المنشور في القدس العربي. يتعايش الوضع العربي مع سلسله كبيره من التحولات وبطبيعه الحال سيجد كل متابع صعوبة في وضع هذه التحولات في اطار واضح وتسلسل مترابط، فالاقليم العربي ومحيطه الاسلامي يعاني من احداث بعضها نتاج سياق طبيعي، بينما بعضها الاخر نتاج مفاجات وانفجارات صادمه. لقد بدأ التحول منذ 2011، اذ لابد ان نلاحظ ان ما بدأ انه وضع مستقر قبل ذلك. تبين في اليوم التالي بانه ليس كذلك، ان كل نظام سياسي اعتقد انه استعاد مبادرته السياسيه سيكتشف عكس ذلك، ففي زمن التحولات والتغير الاجتماعي السياسي يصعب ادانه الاستقرار. ان المبادرات السياسيه تحت كل الظروف في النظام العربي هي دون المستوى والطموح لهذا يستمر الحراك الشعبي بين منطقه واخرى في الدول العربيه لقد اصبح الواقع العربي والاقليمي اكبر من الانظمه والمؤسسات التابعه لها ان الدكتاتوريه وحجز الحريات وعدم الالتفاف لقيم العداله لم تعد قابله للاستمرار بلا مقاومه من قبل الناس والمجتمعات من مظاهر التحول في الاقليم ان المواطن العربي يبحث عن امور اصبحت طبيعيه في الكثير من مجتمعات العالم وذلك من حيث مكانه الحريات التي تتضمن حق النقد والراي وحق المساءله والتجمع والتجمهر والكتابه ومنع التعذيب والاهانه، اضافه لحق تغيير الرئيس والسلطه التنفيذيه والتشريعيه بصوره سلميه. الحريه في الجانب الحقوقي والانساني والحريه في الجانب السياسي والمدني اصبحت مطالب يسعى اليها المواطن العربي. من جهه اخرى أصبحت الحرية في الوعي العربي مرتبطة بالعدالة العدالة المفقودة في التوزيع بين الأغنياء والفقراء كما والعدالة المفقودة في المعاملة بين أصحاب النفوذ والمستضعفين تحرك المواطنين العرب وتحثهم على النضال من أجل التغيير ما هي الرؤية الايرانية لمرحلة ما بعد الحرب في اليمن يقول موقع مونيتور او يمن مونيتور ان مركزا بحثيا اجاب على هذا السؤال وقال الموقع ان تصرفات ايران توحي بعدم ارتياح طهران لمسار عملية السلام في اليمن حيث كشفت إيران وفقا لمركز دراسات دل كارينجي عن امتعاض إضافي من الدور القيادي الذي تؤديه السعودية في عملية السلام اليمنية عندما أدان طهران في نوفمبر اتفاق الرياض واصفة إياه بأنه صفقة تساهم في تعزيز احتلال لليمن ووفقا للمركز يرى المسؤولون الايرانيون في الحرب اليمنيه وسيله للتوسع السعودي ويعتبرون ان السيناريو الافضل لهم هو حدوث انسحاب سعودي احادي بدفع من الاحتكاكات داخل التحالف بدلا من تسويه سلميه. ترى ايران في تحالفها العسكري مع الحوثيين وسيله منخفضه الكلفه وبالغه الاثر للانتقام من السعوديه. وهي ترغب في الاحتفاظ بهذه الوسيله لاطول فتره ممكنه، من الواضح ان ايران تسعى الى قطع الطريق على السعوديه كي لا تفرض بشكل احادي شروط عمليه السلام، ولكن طبقا للتقرير لطالما كان النفوذ الايراني في اليمن محدودا فضلا عن عجز ايران عن الاستثمار في عمليه اعاده الاعمار الاقتصادي في البلاد، وهذا ما يعطل قدرتها على حمايه مصالحها في اليمن من اجل تخطي هذه الشوائب. تعرض ايران مساعده دبلوماسيه بغيه التصدي للنظره السلبيه التي تحيط بدعمها للحوثيين وحرصا منها على اكتساب بعض القبول الدولي لوجودها في اليمن علي جعبور احد الشباب الذين عاشوا سنوات من اعمارهم وسط المعركه يتحدث عن تجربته وهو يرى المقاتلين في طريقهم الى الجبهه واضاف لقد كنت هناك على مدى ثلاثه اعوام تقريبا من خطوط الدم وخيوطه الدقيقه المنسابه من شقوق الجروح المفتوحه على المجهول وفي كل يوم كنت اشاهد المقاتلين يذهبون الى الجبهات باقل امل ممكن في العوده لقد رايت لاول مره كيف غاد الموت متوفرا وسهلا الى درجه مريعه وكيف انساق شبان في ريعان الحياه نحوه بلهفه كانه حلم من لا حلم له وتسليه مخيفه لمن قضى جل سنواته دون ان يعرف تسليه حقيقيه وراحه بال وبقي رجال الدين يخبرونه ان الوجود كله في انحاء الكوكب على هذه الصوره الباهته والعادية والخاليه من اي نوع من الخيال كانوا يمنونه بالمتعه الموعوده بعد الموت ان هو اصغى لحديثهم بينما يذهبون إلى متعتهم التي يجيدون صناعتها وراء سديم من, من القدسية المغلفة للنزوات البشرية هناك حيث يستأثرون برغيف السعادة وحدهم ويرسلون الأتباع الفقراء إلى الجنة. وقفت كثيرا ولمرات عديدة وسط كتائب كاملة تتجهز لدخول حفلة الموت. وكانوا جميعا تقريبا يبتسمون بأسا ويتبادلون النكات، نكاتا قديمة بلهاء والحشوش الأخير ذلك الذي لن يضحك بشرًا سواهم. لم أسمع يومًا أحدًا يتساءل: "لماذا علي أنا فعل هذا يا إلهي؟ هل ثمة هدية عظيمة تفوق هدية الحياة التي منحتني إياها؟ لماذا علي أنا؟" والآخر العدو الذي سيقابلني أن نعبث بهديتك راجين منك ما هو أغلى ثمنا منها، ربما حقا تساءل أحدهم وتراجع قبل منحدر النهاية بخطوة، لكن كنت هناك وشاهدت كيف يمرون جوار الجثث المتفحمة والمنتفخة دون أن تؤثر رائحتها المخيفة أو شكلها البشع على مزاج تخزينة الرابعة عصرا، وكل ما يفعلونه هو دحرجتها بأقدامهم لإزاحتها عن الطريق قليلا ثم يرفعون نواظيرهم المقربه الى مستوى اعينهم الحذره للبحث بين الاحراش والقرى المهجوره وركام البنايات عن جثث اخرى لم يخرقها الرصاص بعد ولا زالت تتربص خلف المتارس الحصينه مستعده لتقتل او تقتل اجزم ان هذه الصوره الماساويه ذاتها تتكرر على الجانب الاخر للحرب لقد كنت هناك لمرات ومرات شاهدا حفله الموت لا شهيدا فيها في صوره من محافظه تعز اليمنيه تبدو الحياه قاسيه جدا بالنسبه للمراه النازحه فقد اضطرتها الظروف كما اضطرت ملايين غيرها إلى العيش في خيام ومساكن مؤقتة بانتظار نهاية الحرب الطويلة وتعنون صحيفة العرب الجديد 393 ألف نازح يمني عام 2019 أوضحت منظمة الهجرة الدولية أنه منذ بداية هذا العام نزح ما يقرب من 393 ألف يمني بسبب الصراع في الغالب أضافت تعمل المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين وقد ساعدتهم على بناء ملاجئ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات عدة وطبقا للصحيفه جعلت هذه الحرب معظم السكان في حاجه الى مساعدات انسانيه فيما بات الملايين على حافه المجاعه في واحده من اسوا الازمات الانسانيه في العالم عنف عسكري وعنف ثقافي ايضا تحت هذا العنوان كتب الكاتب العربي المعروف ابراهيم نصر الله مقاله في القدس العربي مضيفا يعتقد كثير من الناس ان مهاجمه نظام هي مهاجمه البلد نفسه وهذا في الحقيقه هو منطق النظام الذي يرى انه الدوله وانه الشعب وانه الارض وانه الامس واليوم والغد ان مهاجمه نظام في المنطق الحضاري هو دفاع عن الشعب ودفاع عن الوطن اكان هذا الوطن وطنك ام وطن غيرك دفاع عن حق هذا الشعب وحق هذا الوطن في ان تكون له منجزات حضاريه في العمران والثقافه والصناعه والاحترام لقد عانت الثقافه العربيه كثيرا من مساله وضع الانظمه وشعوبها في سله واحده وما لبثت بعض المناطق الثقافيه او وجدت نفسها في الموقع ذاته اي ان هناك من يضعها مع النظام في سله واحده لمجرد انهما الشعب والنظام يعيشان في مكان واحد هذا التسطيح لم يزل سائدا حتى يومنا هذا ويعاني كثير من الكتاب اذا زاروا بلدا ما من معضله ان لقاءهم بالبشر فيه كما لو انه لقاء بالنظام نفسه ووقعنا جميعا في ذلك بعد معاهده كامب ديفيد وقوطعه مصر ولا أقول نظام السادات وكنا نسمع صرخات المثقفين المصريين تتردد في كل مناسبة مصر ليست السادات لكننا تأخرنا في فهم ذلك وبعضنا لم يفهم حتى هذا اليوم لم يفهم أن مصر هي ميدان التحرير وثورتها وهي السبعون ألف متابع لمباراة منتخبها ومنتخب جنوب إفريقيا التي أقيمت في القاهرة الذين هتفوا بالروح بالدم نفديك يا فلسطين حين اعتقل الامن المصري من رفع علم فلسطين في مدرجات الملعب، مصر هي ثقافتها الممتده، يذهب الرؤساء وتبقى مصر، كما ستذهب انظمه كثيره وتبقى الاوطان. في جولتنا بين الصحافه الفرنسيه نطالع تقرير نشرته صحيفه لاكوا عن المنطقه العربيه وقالت نخيل التمر رمز لحضارات العالم العربي، حيث لعبت زراعه نخيل التمر المندرج في قائمه اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشريه دورا مهما في تطور الحضارات في المناطق الساخنه والقاحله في العالم العربي. قالت اليونسكو في بيان نشر على موقعها في الانترنت ان نخيل التمر لعب دورا بارزا في نشر المعرفه والمهارات والتقاليد والممارسات المتعلقه به. وكذا لتعزيز الروابط بين الناس في المناطق العربيه الامر الذي مكنهم من مواجهه تحديات هذه البيئه الصحراويه القاسيه بشكل افضل من بين واحد طلب اختارت المنظمه طلب ادراج قائمه المعرفه والمهارات والتقاليد والممارسات المرتبطه بنخيل التمر ليندرج في قائمه التراث الثقافي اللامادي للبشريه ترتبط شعوب الدول التي قدمت الطلب بنخيل التمر منذ قرون منذ أن ساعدتهم في بناء حضارتهم وأكدت ذلك الدول العربية الأربعة عشر التي قدمت هذا الترشيح هي اليمن والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان والأراضي الفلسطينية والسعودية والسودان وتونس بالإضافة إلى الإمارات أضافوا أن البحوث التاريخيه والحفريات المختلفه التي اجريت قد كشفت عن الوضع الثقافي والاقتصادي الرئيسي لهذا النبات في العديد من المناطق والحضارات مثل بلاد ما بين النهرين والخليج العربي ومصر القديمه ووفقا لمنظمه الامم المتحده للاغذيه وزراعه الفاو ربما يكون نخيل التمر اقدم شجره مزروعه وقد زرعها الانسان منذ اربعه الاف قبل الميلاد، ويرمز التمر دائما الى الازدهار، ويظل تقديم التمور مرافقا للقهوة أو الشاي سمة مميزة للضيافة. المترجم العربي علاء الدين أبو زينة كتب مقالا عن المترجم وكيف ينقل من لغة إلى أخرى دون الإضرار بالمعنى ودون الظهور في التوجه أو الميول، وأضاف في الغد. انك حين تترجم كتابا تكتب الكلمه الاولى والسطر الاول ثم تنظر فتجد انك نقلت ذرات من جبل كبير متمنع ويبدو لك في لحظه انه عمل طويل لن ينتهي وفي بعض الاحيان تبدو الكلمات والعبارات اشبه بكتل صماء عنيده تستعصي على التفكيك ولا تتحرك الا بمثابره نحات عنيد يقاربها من كل الجهات وكل الوقت تنظر في جبلك وكم انتقل منه وكيف ينهض تكوينك ويصغر الاخر وتنتهي فتنهمك في ترتيب ما لديك واصبح لك عله يكون شبيها بالاصل في الروح والمعنى والانطباع. الترجمه في النهايه مشروع فردي بامتياز او لعله ثنائي انك تعمل وحدك على الجزء الجوهري ولا يساعدك الاخرون باكثر من اللوجستيات لكنك مع ذلك لست مع نفسك تماما وحرا تماما مثل المؤلف انك تتفاوض مع اخر تتعرف اليه وتتالف معه يتحدث وتحاول ان تفهم ما يقول كل ما يقول كما يقصد ان يقول ثم تحاول ان تقوله عنه بلغه اخرى كما كان ليقوله لو انه تحدث بها وقد يكون خطابه بسيطا وقد يكون ملغزا مركبا غريبا وعليك مع ذلك ان تفهم وان تقول عندما يذهب العمل اخيرا الى المطبعه يكون قد اخذ من وقتك وطاقتك لكنك تشعر بانك اسست امتدادا لنفسك بوليد جديد يتحرك في هذا العالم منتسبا اليك ثم تنظر في العالم الهائل من الاعمال التي تجد في نفسك توقا الى ترجمتها فتشعر بكم حياه الانسان قصيره وقدرته محدوده ومع ذلك تحاول في فنلندا اختيرت امراه لمنصب رئيس الوزراء وبذلك تصبح اصغر رئيسه حكومه ائتلافيه تقودها نساء في العالم وعنونت شبكه البي بي سي من هي سانا مارين اصغر رئيسه وزراء في العالم؟ واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي سانا مارين التي تشغل حاليا منصب وزير النقل لتولي مهام منصب رئيس الوزراء، ومن المتوقع ان تؤدي اليمين الدستوريه هذا الاسبوع، وستقود مارين ائتلاف يسار الوسط المكون من خمسه, أح... خمسة احزاب تراسها نساء. واستقال رين من منصبه بعد ان سحب احد اعضاء الائتلاف الثقه منه بسبب تعامله مع ازمه اضراب هيئه البريد وبتولي مارين هذا المنصب ستصبح اصغر رئيسه وزراء حاليه في العالم اذ تبلغ او تبلغ رئيسه وزراء نيوزيلندا 39 عام قالت مارين التي فازت في التصويت بفارق ضئيل لدينا الكثير من الاشياء لنعملها لاعاده بناء الثقه وتجاهلت أسئلة كثيرة حول عمرها قائلة لم أفكر أبدا في عمري أفكر دائما في الأسباب التي دفعتني إلى العمل السياسي وكذلك الأمور التي جعلتنا نفوز بثقة الناخبين لجأت السلطات الهندية في مدينة ب... في مدينة بنغالور إلى حل مبتكر لحل أزمة المرور حيث تسجل أكثر من 20 ألف مخالفة يومياً الا وهو الدمى التي تنظم الحركه المروريه وتعنون الشرق الاوسط. الدمى تنظم فوضى المرور في الهند ووفقا للصحيفه تضم المدينه ثمانيه ملايين سياره مرخصه ومن المتوقع ان يرتفع عدد السيارات الى عشره ملايين سياره. السلطات حرصت على ان ترتدي الدمى زي الشرطه في محاوله لخداع السائقين حتى يفكروا مرتين في مخالفه قوانين المرور. السبب وراء استخدام الدمى هو ان السائقين يتصرفون بشكل مختلف عندما يرون ضابطا في الشارع وقد تعمدت الشرطه تغيير اماكن الدمى بشكل مستمر وتبادل المناوبة مع ضباط حقيقيين. من صحيفه الجارديان مجموعه صور متنوعه التقطت من مختلف ارجاء العالم نتابع. تتسابق رسموا الكاريكاتور مع كتاب الرأي وأصحاب طرق التعبير الأخرى لطرح وجهات نظرهم بصورة أسرع وأكثر اختصارا ولابد أنهم يفوقون الجميع في اختزال الكثير من الأفكار مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا التالية بهذه المجموعه من الصور والرسوم نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافه نلقاكم على خير باذن الله في امان الله